السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة. الحوار لازال متواصلا، كان ذلك العنوان الأبرز في تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في رده على رفض بعض أعضاء مجلس النواب للأسماء المقترحة للمناصب الوزارية وغياب قرار واضح من المؤتمر الوطني حيال مسودة الاتفاق الأخيرة. ليون أكد أيضا أن المسودة الرابعة والموقع عليها بالأحرف الأولى ليست نهائية، والمؤسسة التشريعية لن تستمد شرعيتها إلا من خلال الاتفاق السياسي. فما الرسالة التي يريد ليون إيصالها بتأكيده أنه لا يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات أن ترهن المسار التوافقي؟ ما الإشارة التي يريد ليون إيصالها بقوله إن المؤسسة التشريعية لن تستمد شرعيتها إلا من خلال الاتفاق السياسي؟ وهل عزم الاتحاد الأوروبي طرح خطة لمساعدة ليبيا في تعزيز الحدود ونزع السلاح سيساهم في إنجاح الترتيبات الأمنية والمنصوص عليها في الاتفاق الأممي؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عبر الأقمار الصناعية من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي، عبر الأقمار الصناعية من طرابلس أيضا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس عبد الحميد النعمي، وعبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي بسيوني خولي. أهلا بكم جميعا ضيوفي ومشاهدينا، وقبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون الأربعاء في لقاء صحفي بتونس أن مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين سيتواصل، لأنه ليس هناك من بديل آخر لإنهاء الصراع في البلاد. الحوار متواصل. مجموعة صغيرة من الشخصيات أو بعض الفاعلين السياسيين لا يمكنهم منع الليبيين من التوجه نحو اتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني. ليون أشار إلى أن مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين سيجري عقدها في الأيام القادمة، واصفا الحوار بأنه ليبي ليبي وأن القرار الأخير بيد الليبيين أيضا. وتأتي تصريحات ليون في أعقاب رفض بعض أعضاء مجلس النواب للأسماء المقترحة للمناصب الوزارية وحله للجنة الحوار التابعة له والمكلفة بالحوار السياسي وغياب قرار واضح وصريح داخل المؤتمر الوطني العام حيال مسودة الاتفاق الأخيرة. على الصعيد الدولي، قدمت المفوضية العليا للسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خطة أوروبية لمساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع السلاح في غضون 90 يوما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيناقش الاتحاد هذه الخطة التي خصص لها اعتمادا ماليا مبدئيا بقيمة 100 مليون يورو في 16 من نوفمبر القادم. ولم يخفي الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ عقوبات مستقلة خاصة به ضد من سماهم بمعرقلي جهود التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى تمسك الاتحاد بالمحافظة على التقدم الذي شهدته المفاوضات الماضية مثل اتفاقات وقف إطلاق النار. أبدأ معك سيد البغدادي، ما رد فعل المؤتمر الوطني الآن حول قول ليون أن الحوار لازال مستمرا؟ أولا أشكرك وأشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على إتاحة هذه الفرصة. أهلا بك. وأشكر مشاهديك الكرام. طبعا نعم، خرج علينا اليوم السيد ليون، وكعادته يخرج بالكلمات التي يدغدغ بها المشاعر. للأسف الشديد السيد ليون لم يقل الحقيقة، هو قال أن الحوار ليبي ليبي، وهذا الكلام غير صحيح. هو من يشرف ويدير على هذا الحوار، وإذا كان الحوار ليبي ليبي فإذا ماذا لم يلتقي الفريقين؟ هذا أول سؤال للسيد ليون. طيب أشكرك على طرح هذا السؤال، لربما توجهه شخصيا إلى السيد ليون، ولكن سؤالي كان ما رد فعل المؤتمر الوطني اليوم حيال قول ليون أن الحوار ما زال مستمرا؟ هو بالتأكيد لابد الحوار أن يكون مستمرا، لأن نحن أوضحنا أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن تخرج ليبيا به من هذه المشكلة التي هي فيها الآن،
وكذلك الإخوة في الطرف الآخر يروا أن الحوار هو خيار استراتيجي. وسيد ليون يعلم جيدا أن الحل العسكري في ليبيا ليس هو المنهج الذي يريده الليبيون ولا المنهج الذي يريده المجتمع الدولي. طيب سيد بسيوني، الآن رفض بعض أعضاء مجلس النواب في المقابل يعني المصادقة على حكومة الوفاق الوطني وهذا الانقسام الحاصل في موقف مجلس النواب بشكل عام، برأيك ما تداعياته على واقع الأزمة في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يتعلق بتوصيف ما هو قائم الآن في ما يسمى بالبرلمان طبرق، عدم الاتفاق على الخطة التي تقدم بها ليون وعلى نتاج الحوار الذي استمر فترة طويلة، عدم الاتفاق هذا يعني أن البرلمان ليس لديه خطة من الأساس وليس لديه استراتيجية من الأساس أو سياسة واضحة لبناء الدولة الليبية. فالبرلمان في ذاته منقسم ولا توجد خطوط عريضة أو محطات أساسية يتفق حولها البرلمان نفسه. التداعيات أنه لن يلتفت إلى هذه الخلافات داخل البرلمان وسوف يتم اعتماد الحكومة التوافقية وسوف تعمل الحكومة التوافقية طالما أن الليبيين مجمعون عليها، وأعتقد أن البرلمان لن يقدم ولن يؤخر في هذا الشأن. طيب نتحول إلى رد فعل مجلس النواب، معنا سيد الشيباني. سيد الشيباني، الآن ما الذي تتوقعون أن يتم مناقشته خلال الجلسات القادمة من الحوار، خاصة وأنكم حللتم لجنة الحوار الخاصة بكم وأحلتموها للتحقيق؟ نعم، نحييك ونحيي الأخوة المشاهدين ونحيي الضيوف الكرام. طبعا حقيقة نسمع فيكم الآن تحكوا تقولوا البرلمان لا علاقة له، سوف لن ينظر للبرلمان، وأن بعض أعضاء البرلمان، حقيقة كلام مغاير وكلام غير صحيح وغير دقيق ولا أساس له. مجلس النواب منذ بداية الحوار كل ما يتعلق بالحوار أخذ بالتوافق وليس بالتصويت، إلا لجنة الحوار تم اختيارها بالتصويت ولكن توافقوا عليها أولا ثم تم التصويت أخيرا. أما نحو أنا عضو في لجنة الأربعين، حتى عندما نختلف على صياغة معينة كنا نلجأ إلى التوافق وليس التصويت، وكان التصويت حقيقة شبه محرم فيما يتعلق بالحوار، لأن الحوار أصلا يؤدي إلى اتفاق وتوافق وليس بالتصويت. والسيد عقيل صالح جلسة يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين تلا مقترحه، وعندما أنهى من تلاوة مقترحه هتفت القاعة ليبيا ليبيا، اعتقد أو رأى أن ذلك توافقا وحي الذين يهتفون ليبيا ليبيا وخرج من القاعة واعتبر ذلك توافقا. فحقيقة القول بأن بعض مجلس النواب، هذا حقيقة كلام غير صحيح ويجب أن لا يقال، خاصة من التقرير الذي ورد من إذاعتكم. طيب أشكرك على هذا التوضيح. الآن فيما يتعلق برد فعلكم باستئناف أو لربما إعلان ليون بأن الحوار ما زال مستمرا، خاصة وأنكم حللتم لجنة الحوار الخاصة بكم، ما القادم؟ لا، نحن في قرارنا الذي تلاه السيد رئيس مجلس النواب قلنا ان ما زلنا في الحوار وما زلنا نرغب في الحوار والحوار سيستمر، وقمنا بحل لجنة الحوار وسيتم انتخاب لجنة جديدة لمواصلة الحوار، قناعة منا انه الحوار هو الخيار الوحيد امامنا البديل عن الحرب والتناحر والانقسام. طيب للتفصيل اكثر فقط، متى سيتم انتخاب اللجنه الجديده؟ دعيني اسم اللحظه. طيب في ذات السياق، في ذات السياق سيد الشيباني، متى سيتم انتخاب اللجنه الجديده؟ اعتقد في الجلسات القادمه اذا كان راينا ان المجتمع الدولي عازم على استمرار في الحوار. طبعا نحن لدينا خط اخر هو الحوار الليبي الليبي، ولكن سنستمر في الحوار الذي تقوده الامم المتحده وتشرف عليه وترعاه، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنرى كيف يتم تشكيل لجنة وبدأ النقاش حول اللجنة الجديدة وبدأ التحاور وبدأ التواصل بين أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق باللجنة الجديدة. طيب. ولكن نحن الحوار لنا ثوابتنا ولنا رؤيتنا ومتمسكين بما قررناه
والمجتمع الدولي لن يغير من أمرنا شيئا. نعم. طيب سيد النعمي، الآن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أكد أن عملية الحوار مستمرة، وأنه خلال الأيام القادمة ستعقد اجتماعات جديدة مع الأطراف الليبية. برأيك ما المتوقع لأن تحمله هذه الجلسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا الإشارة لأن ستكون هناك اجتماعات لاحقة في إطار عملية الحوار لا تكفي، لأن احنا شفنا هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات لا تعبر عن حوار حقيقي بين الأطراف الليبية. يعني الحوار يجب أن تكون لديه، يجب أن يخضع لضوابط محددة، يجب أن يتم اتفاق على جدول أعمال، يجب أن يتم اتفاق على الأطراف، يجب على أطراف الحوار، يجب أن يكون هناك اتفاق تواصل مباشر ولقاء مباشر بين طرفي الحوار الرئيسيين. لأن لا يكفي أن نقول أن سيكون هناك اجتماعات بين أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وأعضاء من الوفدي المؤتمر البرلمان لكي يكون هناك حوار. الحقيقة هذه الممارسات اللي تبنتها بعثة الأمم المتحدة هي اللي أدخلتنا في الفوضى، وهي اللي أشاعت الغموض، وهي اللي أوصلتنا إلى نقاط فعلا تتفاقم فيها الاختلافات وتتفاقم فيها سوء الفهم. لا يمكن تبديل سوء الفهم الواقع حاليا إلا بالتقاء الطرفين، إلا بحوار مباشر. هل تعتقد أن ذلك ما سيجري في الجلسات المفاوضات القادمة من الحوار إذن؟ أتمنى أن يحدث ذلك، ولكن في كلمة السيد ليون هناك إشارة لاجتماعات مع أطراف الحوار، معنى ذلك أن البعثة الأمم المتحدة ستستمر في التعامل بنفس الأسلوب ونفس الطريقة، وهذا أمر مؤسف فعلا. سنصل أيضا في المسودة الثامنة والتاسعة والعاشرة إلى نفس النتيجة، لأن سيظل هناك غموض حول نقاط معينة وسوء فهم معين، وكل يقرأ الورقة بالطريقة اللي يراها. يعني الآن نلاحظ الآن أن المؤتمر الوطني يتكلم على وثيقة تختلف تماما عن الوثيقة اللي يتكلم عليها البرلمان. يعني لكل طرف من الأطراف تصوره لمخرجات الحوار، وهناك طبعا مغالطات كبيرة ومفارقات كبيرة بين فهم المؤتمر وفهم مجلس النواب. لذلك يجب توحيد المصطلحات وتوحيد النصوص وتوحيد الوثائق التي تقدم للطرفين، يجب أن يتم التوافق بشأنها، ويجب أن تعرض بشكل مسبق للوفدين ويتم قبولها من الوفدين، ويجب تجنب الأسلوب اللي تم اتباعه حتى الآن أنه يتم إعلان وثائق معينة على الصحافة العالمية وعلى المجتمع الدولي على أنه توافقات وأنه تم توافق الأطراف، وهذا أمر لم يحصل، وبالتالي نضع جميع الأطراف في حرج ونغامر بعدم التوصل لنتائج، نعرض هذه الوثيقة للرفض مثل ما حدث الآن. يعني هذا الغموض وعدم وجود شفافية، هنالك غموض وهنالك ردود فعل متباينة، أو كما تقول يعني هنالك غياب في التفكير لربما المتفق بين طرف مجلس النواب وطرف المؤتمر الوطني. ولكن أعود إلى سيد الجباني من جديد، خاصة فيما يتعلق بالنقطة التي أثرتها، وأنكم قلتم أنكم بدأتم الحوار الليبي. سيد الجباني، بداية ما طبيعة هذا الحوار الذي تجرونه؟ حقيقة الآن هناك شيء من التواصل بين العديد من الأطراف، من بينها الأطراف المعتدلة في المؤتمر الوطني، وكذلك مجموعة من مجلس النواب وبعض النشطاء وبعض وجهاء القبائل، لمحاولة اللقاء بين جمع هذه الأطراف على طاولة واحدة، ومحاولة الخروج بصيغة توافقية بعيدة عن المجتمع الدولي.
ونحن حقيقة يئسنا من هذا السيد اليون ومن مقترحاته، ونعلم جيدا أنه غير قادر على إدارة حوار يهدف إلى استقرار ليبيا، سواء قصد ذلك أو عن غير قصد نحن لا ندري، ولكن المؤشرات والمقدمات التي المعطيات التي أمامنا تدل على أن هذا السيد غير قادر وغير مؤهل على نجاح الحوار. طيب ما هي فرص نجاح هذا الحوار الذي تتحدث عنه، لاسيما وأنكم لم تجلسون مع الطرف الآخر من الصراع السياسي في ليبيا على طاولة واحدة في مباحثات الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة؟ حقيقة يعني الأمور تتغير وتتداعى، والنفوس تتغير والقناعات تتغير، يعني ما القناعة في هذا اليوم قد تتغير بعد شهرين أو ثلاثة نتيجة الظروف ونتيجة ما وصلنا إليه من خيبة أمل في هذا الحوار الذي كنا حقيقة نعلق عليه أمال كثيرة، ولكن اتضح لنا هناك شيء من التلاعب وعدم الجدية والعبث حقيقة بمصير ليبيا. فلابد الليبيين الأحرار الذين يحسون بالمسؤولية، مسؤوليتهم على شعبهم وعلى مستقبلهم وعلى مصيرهم، لابد لهم أن يلتقوا، وإن شاء الله أنا معول كثير جدا جدا على الحوار الليبي داخل ليبيا، ليبيين نجلس مع بعضنا البعض، يكونوا معنا شيوخنا ومعنا عياننا وفقهاءنا وعلمائنا والأطراف السياسية التي موجودة على الساحة الآن الليبية، وأنا متأكد وعندي أمل إن شاء الله أننا سنصل إلى حل قريب جدا جدا بإذن الله، وسنستمر في الحوار الأمم المتحدة لنرى على الأقل ما الذي سيصل به السيد اليون أو السيد طيب. الجديد الألماني الجديد في السياق ذاته. اسمح لي أن أتحول إلى السيد البغدادي، وسؤال أيضا يطرح، هل لمستم تفاعل من قبل الطرف الآخر في مسألة الحوار الليبي كما يتحدث السيد الشيباني؟ وحقيقة طبعا أنت أخذتي وقتي، لكن مش مشكلة، دوري راح مني، لكن ما هي مشكلية. أنا أتمنى من لك براح الوقت، تفضل، فقط حرصا على يعني توزيع الوقت بشكل كافي ما بين جميع الضيوف، وتطرق إلى العديد من النقاط، تفضل. لا مشكلة. أنا أتمنى من السيد ليون أن يشاهد هذه الحلقة التي تدار الآن، وتبين له أن الليبيين إذا جلسوا مع بعضهم البعض في استطاعتهم أن يصلوا إلى حل، ولكن للأسف الشديد أنا أعتقد أن السيد ليون كما ذكرت في حلقات سابقة يا أما يكون قد اعتمد على مستشارين لا يفهمون ولم يدرسوا الشأن الليبي والعقلية الليبية، وبالتالي هو للأسف الشديد أخطأ وارتكب الكثير من الأخطاء، أولها أنه لم يضع معايير لاختيار أطراف الحوار، وهذه واحدة من الأخطاء اللي استمرت معه. وكذلك ليون للأسف الشديد اعتمد في كثير من الأمور التي قام بها، اعتمد على أمور ليست دقيقة واعترف بها شخصيا هو شخصيا. طيب اسمح لي سيد البغدادي، لأننا لسنا في سياق طرح نقاط الضعف لدى ليون ونقاط القوة لديه، ولكن يعني سؤالي كان بالإشارة إلى ما تحدث عنه سيد الشيباني، أن هنالك تواصل ما بين مجلس النواب وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني ممن وصفهم بالمعتدلين، هل لديكم أنتم أيضا في المقابل تواصل مع أعضاء مجلس النواب للمضي في مسألة الحوار الليبي؟ نعم، لعله حان الآن الوقت لكي نبيح هذا الأمر ونوضح للشعب الليبي. نعم، أنا شخصيا كنت أحد الذين تواصلوا مع أعضاء البرلمان في حوالي 3 أسابيع مضت، كان في محاولة من منظمات المجتمع المدني في الجنوب تحاول أن تجمع أعضاء المؤتمر الوطني من الجنوب وأعضاء البرلمان من الجنوب، وبالفعل استطاعوا أن يجعلونا نجتمع مرتين، وكان من المفترض أن نجتمع اجتماع آخر لكي نصل إلى حل لمشكلة ليبيا، ولكن الحمد لله الآن أصبح الباب مفتوح للجميع، وأصبحت الإشارات تأتي من الإخوة في البرلمان، ونحن كذلك فريقنا منذ البداية كان يطالب بلقاء مباشر مع الإخوة في البرلمان، وهذه إشارات إيجابية جدا جدا،
وأتمنى من إخوتي في البرلمان أن يلتقطوا هذه الإشارات ويبدأوا في العمل. لا نريد أن نتكلم فقط، نريد خطوات عملية الآن، نريد اجتماعات تحدث في الأيام القريبة القادمة، ونريد الجميع العالم كله يشاهد الليبيين. نعم إذا التقوا مع بعضهم البعض في استطاعتهم أن يخرجوا من أن يحلوا مشاكلهم. طيب وضحت نعم الفكرة. نحن لدينا اسمح لي أن أنتقل إلى كبار سيد البسيوني. سيد البغدادي، وضحت فكرتك أن هنالك تواصل مع مجلس النواب. طيب سيد البسيوني، الآن ما الرسالة التي يريد ليون إيصالها عبر القول غالبية الليبيين تريد حلا ولا يمكن لمجموعات صغيرة أو شخصيات أن ترهن المسار التوافقي؟ في الحقيقة أنا عندي تعقيب على ما سمعته الآن من اثنين من زملاء ضيوف الحلقة، وهو الحديث اليوتيوبي على جلوس الليبيين مع بعضهم البعض. إذا كان الأمر هكذا، وإذا كان الليبيون يتمكنون ويقدرون على أن يجلسوا مع بعضهم البعض، فلماذا كان هذا الحوار الطويل الذي كانوا يجلسون فيه في غرف منفصلة عن بعضهم البعض كما لو كانوا أعداء؟ هل فاق الليبيون الآن؟ يعني لماذا هذا الكلام؟ إذا كان هذا الأمر هكذا، لماذا لا نبادر ونسارع وننقذ الشعب الليبي مما هو فيه ونلتقي لقاء الليبيين ونقول لليون سلاما بارك الله فيك ارحل ودعنا نلتقي ودعنا نتفق اتفاق نهائي؟ لماذا نتحدث ولا نفعل؟ هذا هو الأمر الأول. أما فيما يتعلق بما يقوله ليون، فعنده تصور الرجل بأن هناك إجماع ليبي على الحكومة التوافقية التي تم التوصل إليها حتى الآن، وهو يرى أن هذا الإجماع ينغص ويقض مضجعه بعض المعترضين من الليبيين. لديه انطباع بأن هناك اتفاق من كل الليبيين فيما عدا البعض في الشرق أو في الغرب الذين لا يريدون لهذا الاتفاق أن يمضي إلى محطته الأخيرة. هكذا يرى الرجل. هذا الرجل يرى مرئيات إذا كانت غير صحيحة، فلماذا لم يصححها الليبيون من خلال لقاء ليبي ليبي وتنفض المسألة ويتوصل كل منهما إلى اتفاق نهائي لإقامة دولة ليبية ومؤسسات ليبية وتنتهي القضية؟ هكذا هذا ما ينبغي أن يكون. الرجل له تصور، وإذا كان الليبيين تصور آخر فلماذا لا يصارحون ولماذا لا يبادرون؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟ طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد النعمي في السياق ذاته. سيد النعمي، كيف تقرأ ردود الفعل الآن التي أبداها كل من السيد الشيباني والسيد البغدادي بخصوص عزمهما على الاستمرار في التواصل و الحوار ما بين عقد حوار مباشر ما بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب حلا للأزمة الليبية؟ طبعا أنا أحيي هذه الطريقة من التفكير وأحيي هذا التوجه، بالرغم أنه جاء متأخرا كما أشار السيد البسيوني، ولكن ربما كان لابد من المرور بهذه التجربة، التجربة القاسية اللي مر بها الليبيون جميعا. على كل يعني هذا التوجه الآن هو أصبح الآن مطلب معظم فئات الشعب الليبي. لاحظنا أن هذه الفكرة أصبحت مقبولة أكثر من المؤتمر الوطني، وأصبحت مقبولة من بعض العناصر في مجلس النواب، بالرغم أنها هي في السابق طرحت عدة مناسبات، وأنا أيضا شخصيا كنت عضو في إحدى المبادرات في هذا الاتجاه، ووافق المؤتمر الوطني والبرلمان تعاطى في البداية بشكل إيجابي مع هذه المبادرات، وفي نهاية المطاف تراجع بحجة أن بعض أعضاء البرلمان لا يعترفون بالمؤتمر الوطني ولا يحبذون الجلوس معه. لكن الآن بعد هذه المعاناة وبعد هذه التضحيات اتضح أنه لا توجد أي حلول ناجية. طبعا لدينا الآن المقترح باتت الأمم المتحدة، طبعا كنا يعلم أن قبول مثل هذا المقترح الغير ناضج والغير مدروس والغير متوازن والغير عادل، هذا كله طبعا جميعنا يدرك هذه الحالة، ولكن لا يجب أن يبقى هذا المقترح هو المقترح الوحيد
المطروح على الطاولة. لا يجب أن يكون هذا المقترح هو الخيار الوحيد المطروح أمام الليبيين، لذلك يجب أن نجتهد جميعا ونطرح مبادرات أخرى ونقطع شوطا في التواصل فيما بيننا، وخاصة بين الطرفين الرئيسيين المؤتمر ومجلس النواب. طيب. لذلك لابد أن تكون هناك مبادرات أخرى لنقطع الطريق على هذه المسودة اللي نرى أنها هي غير كافية وغير عملية وغير قابلة للتطبيق. نعود إذن إلى مسألة الاتفاق السياسي من جديد. اسمح لي أن أتحول إلى السيد الشيباني. يعني سيد شيباني، أعود معك إلى ما أدلى به تحديدا ليون وتأكيد أن المؤسسة التشريعية لن تستمد شرعيتها إلا من خلال الاتفاق السياسي. أنتم كمجلس النواب ما الذي تقرؤونه من هذا التصريح؟ لا طبعا، نحن مجلس النواب لن نوافق على ذلك. نحن مجلس النواب استمد شرعيته من صندوق الاقتراع، من انتخاب الشعب له في انتخابات حرة ونزيهة وشاهد لها العالم ورقبها العالم. فنحن لا نستمد شرعيتنا من هذا الاتفاق. عندما نقرأ في ذلك أن السيد الليون يريد أن يلغي كل ما قمنا به، أي وجودنا قبل هذا الاتفاق يعني ملغي، وقراراتنا ملغية، وعام من الكفاح ومن الأرق ومن التعب ومن الضنك، يعني يلغيه السيد الليون بمجموعة من الكلمات ما أنزل الله ظهر من سلطان. فنحن حقيقة حتى عندما خرج الشارع في ليبيا يوم الجمعة الماضي وطالب بعدم قبول حكومة الليون، نحن استجبنا لنداء الشارع، لأن الشارع هو الذي أتى بنا، الشعب هو الذي أتى بنا ووضعنا على الكراسي. فنحن لابد أن نصغي إلى صوت الشارع، صوت الجماهير، وإحنا استمعنا إلى صوت الشارع ورفضنا حكومة الليون، بما أضف إلى ذلك إلى قناعتنا نحن أيضا أن هذه الحكومة لن تؤدي إلى استقرار ليبيا، إنما تؤدي إلى الفتنة في ليبيا ولضياع ليبيا. ولهذا نحن لا نقبل أن يكون بداية شرعيتنا، نستمد شرعيتنا من هذا الاتفاق، إنما نستمد شرعيتنا من صندوق الاقتراع. طيب، ولكن سيد الشيباني، يعني اليوم من خلال قوله هذا هو يلغي الشرعية القانونية لكم والشرعية الانتخابية لمجلس النواب ويبقي فقط على الشرعية المعترف بها دوليا، يعني بأحد الأطراف الموجودة على الساحة الآن في ليبيا. أنتم الآن تصرون على تمسك بالمسودة الرابعة، وليون يقول أنها ليست نهائية وتنقصها الملاحق. في ظل ذلك، ما الخيارات التي تتبقى أمامكم، خاصة وأنك الآن قلت أنكم ستتابعون مسار الحوار برعاية الأمم المتحدة؟ هو حقيقة نحن لا نريد أن نواجه المجتمع الدولي من ناحية الدبلوماسية، لا نريد أن نواجه المجتمع الدولي ونقع في تحدي للمجتمع الدولي، أو نرى نحن أننا نحن نتحدى المجتمع الدولي. نحن نريد أن نكون يعني دبلوماسيين ونسير في الحوار، نتمسك بالمسودة الرابعة. أما هذه المسودة اللعينة التي حقيقة لم يتفق عليها كل الليبيين، لا اتفق عليها المؤتمر الوطني ولا مجلس النواب ولا المستقلين، وهذه بصراحة عبث بها ليون وأضاف أشياء كثيرة من عنده، ووضع حكومة من عنده، ووضع أسماء من عنده، فحقيقة يعني استخف بعقولنا واستخف بالليبيين وإرادة الليبيين على كلمة لا. يعني اعتقد السيد اليوم بتهديداته والمجتمع الدولي والحصار، أنا اتصل بي العديد من الناس من الشارع وقلت لهم قد يؤدي رفضنا للحكومة، يجب عليكم أن تتحمل، أن تبقوا بدون دقيق، أن تبقوا بدون دواء السكر ودواء الضغط، وتبقوا بدون غاز. فقالوا نحن نستطيع أن ناكل التراب، ولكن لا يمكن أن نرضخ. هذه هي العقلية الليبية، السيد اليوم لم يفهم العقلية الليبية، لم يعرف الثقافة الليبية. ولهذا نحن هذه نسير في الحوار، إذا رأينا في الحوار لصالح ليبيا واتفقت عليه الأطراف ووقعت عليه وعاد للمسودة الأولى، هو السيد اليون لا المسودة الرابعة وقع عليها المؤتمر الوطني ولا المسودة الأخيرة، ويريد أن مجلس النواب أن يوقع على هذه المسودة المعيبة
ويترك الطرف الثاني في مواجهة. أنا حقيقة إذا وضح موقف مجلس النواب من هذه المسودة ومن مخرجات الحوار أخيرا، ولكن سيد البغدادي، بين تمسككم بتضمين تعديلاتكم من ناحية ودعوة فريق منكم لرعاية حوار وطني ليبي عوضا عن حوار الأمم المتحدة، ما الموقف الغالب الآن داخل المؤتمر الوطني تجاه الحوار؟ لا، هذا خيار، نحن خيار استراتيجي. أن نحن فريق حوارنا السابق، لعلك تذكري، الذي كان يرأسه الدكتور صالح المخزوب النائب الثاني، طالب السيد ليون في إحدى الجولات بالجلوس المباشر، وهو مطلب من المؤتمر الوطني العام، ولكن لسبب أو لآخر رفض السيد ليون. طبعا لعل هذه إجابة على أخي السيد البسيوني الذي سأل إذا كان أنتم تريدون الجلوس مع بعضكم البعض. نعم أخي الكريم، لابد أن نوضح نقطة. الفترة التي مضت يعني مر الشعب الليبي بظروف صعبة، وعانى معاناة كثيرة، وفقدنا الكثير من خيرة رجالنا، وهذا أيقظ الكثير من الناس، و أدركنا ورأينا وراجعنا تجربة اليمن، وراجعنا تجربة سوريا، وراجعنا تجربة ما حيحدث في العراق، وأصبح الآن هناك وعي عند الشعب الليبي وعند النخب الليبية، لابد أن نجد حل ليبي. ونعتقد هذا القرار 2174 من مجلس الأمن يدعو لأن يكون الحوار بقيادة ليبية، وأن أن 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 يحافظ على السيادة واستقلال ليبيا. ولكن السيد ليون للأسف الشديد ضرب بكل هذا عرض الحائط، واخترق السيادة الليبية في المادة 56 و57 و64، والقيادة جعلها له هو شخصيا، وهو من يقرر عن الليبيين، وهذا ما استفز الليبيين واستفزهم في الطرفين. ولعله هنا أسدى لنا خدمة من غير ما يدري، أن الليبيين الآن أدركوا أن عليهم أن يجلسوا مع بعضهم البعض. وأنا أحيي اللجنة التحضيرية التي قامت بالاجتماع الذي كان في الأسبوع الماضي في مصراتة، وأحيي كذلك الإخوة في مبادرة أبناء الجنوب وغيرها من المبادرات الأخرى، أحييهم جميعا، وأنا أشد على أيديهم وأقول لهم الآن هذا وقت العمل، عليكم أن تتقدموا الآن بهذه المبادرات وأن تسعوا لتفعيلها. لا نريد كلام كما ذكر السيد البسيوني. طيب اسمح لي سيد البغدادي، يعني أنت تطرقت إلى الكثير من النقاط، وليس غدا، ولكن تحديدا أولها لم تجبني على السؤال الذي سألت. دعيني أكمل فكرتي. أنت أكملت فكرتك دعيني أكمل عن فكرتك، لأنك أخذت الكثير من الوقت. سؤالي كان ما هو الموقف السائد داخل المؤتمر الوطني تجاه مسودة الاتفاق السياسي، لأنه قسم منكم يعارض هذه المسودة ويتمسك بتضمين تعديلات معينة عليها، وآخر يدعو إلى الحوار الليبي. ما الذي نفهمه من المؤتمر الوطني الآن؟ المؤتمر الوطني، نحن غدا بالمناسبة ستكون هناك جلسة للجنة السياسية لتدارس الأمر، وهكذا هو ديدن المؤتمر الوطني، تأتي اللجان وتدرس الأمور، وبعدها نذهب إلى القاعة ونصوت عليها، وهكذا هذا الذي سيحدث إن شاء الله. لا أستطيع أن أقول لك الآن، لأن هناك عدة آراء في المؤتمر الوطني، ليس رأي واحد، لكن رأي الذي أستطيع أن أقوله لك أنهم جميعا يريدون حل، ليبي. وأصبحت القناعة هذه متوفرة لدى الجميع الآن بغض النظر عن اختلاف وجهة نظرنا. طيب. لكن أردت فقط أن أوضح النقطة، أن ما يجري الآن وما جرى في الفترة الماضية كانت تجربة مريرة جدا جدا، وعانينا منها جميعا، وبالتالي هي التي بلورت ما نراه الآن من هذا التجاوب الإيجابي من الطرفين، وهذا هذه القناعة اللي أصبحت لدى مجلس النواب، دعني أقول بعض من أعضاء مجلس النواب وبعض من أعضاء المؤتمر، أنهم يجلسوا مع بعضهم البعض. طيب سيد بسيوني، الآن يعني الأزمة الليبية ليست بمعزل عن المجتمع الدولي، تلويح المجتمع الدولي ومجلس الأمن بفرض عقوبات على معرقلي الحوار السياسي دون اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة حتى الآن، برأيك إلى أي مدى أثر ويؤثر ذلك على مسار حل الأزمة في ليبيا؟ المجتمع الدولي لن
يماشي أو يجاري الليبيين إلى ما لا نهاية. المجتمع الدولي له اهتمام بالقضية أو بالمسألة الليبية، ولكن هذا الاهتمام وأمام معطيات ومتغيرات ومستجدات في المنطقة سوف تفرض على المجتمع الدولي أن يتنازل عن المسألة الليبية أو يقلل من اهتمامه بالمسألة الليبية أمام مسائل أخرى أكثر إلحاحا. فعلى الليبيين الآن أن يبادروا بكسر الحاجز النفسي بين الشرق والغرب من خلال لقاء ولو رمزي بين أعضاء من الشرق وأعضاء من الغرب، لكي يرمزوا ويؤشروا للمجتمع الدولي أنهم ماضون في عملية الحوار الليبي الليبي. عند ذلك سوف يواصل المجتمع الدولي رعاية هذا الحوار الليبي الليبي. المجتمع الدولي لن يمانع الحوار إذا كان ليبيا ليبيا، ولكن ينبغي أن نبادر نحن الليبيين لكي نثبت للمجتمع الدولي أن لدينا خطة للتوافق ولدينا أيضا خطة. طيب برأيك عندما تتحدث لجنة العقوبات في مجلس الأمن وتقول أنها ستفرض إجراءات عقابية على كل من يعرقل مسار السلام والاستقرار في ليبيا، هي تقول ذلك أكثر من مرة الآن، ولكن لا يتم اتخاذ أي إجراءات على أرض الواقع، ما الذي يجعل مجلس الأمن يتردد في اتخاذ إجراءات من هذه الطبيعة في ظل تردي الأوضاع في ليبيا سواء كان إنسانيا أمنيا أو اقتصاديا؟ الذي يجعل مجلس الأمن يتردد هو أن الحوار لا يزال مستمر، وأن الحكومة التي طرحها الليبيون من خلال ليون الآن هي على الطاولة، وإذا لم يوافق الليبيون عليها سينفذ صبر المجتمع الدولي وموثقة مجلس الأمن، وسوف يعمد مجلس الأمن فعليا إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بالنسبة للليبيين وبالنسبة للحوار وبالنسبة لحل الأزمة. فعلينا أن ننتبه، مجلس الأمن يمكن عند عدم الموافقة على هذه الحكومة أن يؤلم الليبيين أو بعض الليبيين أو غير الموافقين بقرارات يمكن أن تكون مؤلمة فعلا، ويمكن أن تؤدي إلى تراكمات وتداعيات في ليبيا لا تحمد عقباها. هذا ينبغي أن يؤخذ في الحسبان. طيب الآن الاتحاد الأوروبي أيضا من جانبه يبدي نيته لفرض عقوبات ولو كانت أحادية. سيد النعمي، الاتحاد الأوروبي لم يخفي بدوره إمكانية اتخاذ عقوبات مستقلة خاصة به ضد من يصفهم بمعرقلي الحوار، برأيك ما نوع العقوبات الأحادية الجانب التي يقصدها الاتحاد؟ طبعا لا أتصور أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، لأن أي عمل عسكري لابد أن ينبع من خطة معتمدة من مجلس الأمن، وهي استعمال للقوة لابد أن يكون في اتجاه قرارات الأمم المتحدة. ناهيك لأن مثلا الدول الأوروبية لازالت الآن لم تتفق على سياسة دفاعية واحدة، لم تتفق على حتى على الرهانات اللي يجب متابعتها في ليبيا، يعني لازالت مواقفها متضاربة لأن مصالحها أيضا متضاربة وأحيانا متناقضة في ليبيا. يعني المجموعة الأوروبية لم تتوصل إلى بلورة موقف موحد من القضية الليبية، فلاحظ كل دولة لها مصالح وكل دولة تسابق لفرض وضعية معينة تضمن لها مصالحها، ولذلك لا أتصور أن هناك مجال لتدخل أحادي الجانب من جانب الدول الأوروبية. زي ما قلت، لأن القضية الآن متابعة من مجلس الأمن ومتابعة أيضا من الولايات المتحدة وربما بدرجة أقل من روسيا ومن الصين، وبذلك الاتحاد الأوروبي ليس اللاعب الرئيسي واللاعب الوحيد في القضية الليبية. طيب على الرغم من كل ذلك الاتحاد الأوروبي يوضح ويطرح خطة لمساعدة ليبيا خلال الفترة القادمة سيطرحها. سيد الشيباني، الاتحاد الآن سيطرح خطة لمساعدة ليبيا في تعزيز الحدود ونزع السلاح تحديدا، ما رد فعلكم تجاه هذا الإعلان؟ لا
لا هو حقيقة هذه طبعا هي اعتبرها بالونات اختبار، لأن على أرض الواقع ما لم تكن هناك اتفاقية ويتوقع عليها العديد من الأطراف، ويبقى الذين لا يريدون تسليم السلاح يتعامل معهم المجتمع الدولي. وحقيقة أنا لا الاتحاد الأوروبي، نحن لا نتبع الاتحاد الأوروبي، نحن نتبع المنظومة الدولية الأمم المتحدة، نحن عضو فيها. أما الاتحاد الأوروبي نحن لا يعنينا في شيء، ولا يعنينا خطط الاتحاد الأوروبي، نحن نريد اتفاقية يرعاها المجتمع الدولي، وطالما لم تنجح هذه الاتفاقية إذا انتهى كل شيء، وعلينا أن نغلق الباب ونتفاهم مع بعضنا البعض. أما الاتحاد نحن لا نتبع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي هذا عبارة عن اتحاد ومنظومة زي الاتحاد الأفريقي ولا أمريكا ولا روسيا، ولا نحن هذا يعني هذه الكتلة نحن لا نتبع. طيب ولكن الاتحاد الأوروبي هو من يقود عمليات بحرية ضد مهربي البشر، والتي يقولون أنها تنطلق من السواحل الليبية. أيضا الاتحاد الأوروبي لديه تخوفات من انتشار السلاح في ليبيا إلى مناطق الجوار، ولربما وصوله أيضا إلى أوروبا، بالإضافة إلى تخوفه من وجود داعش في ليبيا. ألا ترى أنه من المنطقي أن يطرح هذه الخطة بغض النظر عن هدفه وتوقيته الزمني من وراء، يعني هدفه من وراء طرحها الآن في هذا التوقيت الزمني؟ هم طبعا حاولوا أن يجعلوا هذه الحكومة، يمرروا هذه الحكومة، وكان الغرض من تمرير هذه الحكومة ليس استقرار ليبيا، إنما هي لعقود النفط وللهجرة الغير شرعية التي تأدت منها أوروبا. لكن نحن الليبيين ننظر إلى مصالحنا، إذا كان هم ينظرون إلى مصالحهم نحن ننظر إلى مصالحنا. نحن عندما تكون هناك حكومة لابد أن نكون مقتنعين ومتأكدين بأن هذه الحكومة ستعيد الاستقرار إلى ليبيا، ستنهي الانقسام، ستعيد المهاجرين، ستعمل على عودة الأمن والأمان للليبيين. أما أن تفرض علي حكومة يراها الأوروبيين لحماية الحدود حتى لا تمر الهجرة غير الشرعية، أو لعقود النفط ولشركاتهم، هذا بالنسبة للليبيين لا يعنينا في شيء. إذا يريد أن يتعاونوا معنا فليتعاونوا معنا الآن، نبدا نحمي الحدود ونمنع الهجرة غير شرعية من الآن. الحكومة موجودة الحكومة الليبية المؤقتة، وبإمكانهم أن يمدوها بالسلاح ويمدوها بالدعم اللوجستي لحماية الحدود ومراقبة الحدود وتركيب كاميرات وتنهي الهجرة غير الشرعية. هؤلاء دائما حقيقة يعني يضعون السم في العثر. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد البغدادي لرأس وجهة نظره أيضا تجاه هذه الخطة المقترحة. سيد البغدادي، في ظل ارتفاع وتيرة الصراع الآن في ليبيا بشكل عام وانتشار السلاح، هل ترون أن هذه الخطة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي قد تشكل جزءا من الحل؟ والله أنا أولا أريد أن أتوجه طبعا للشعب الليبي، هو صاحب الشأن، وإذا فعلا إذا نحن الآن أردنا أن نصل إلى حل على أبناء شعبنا أن يفهموا، لابد أن يشاركوا في هذا الحل، وذلك من خلال الضغط على نوابهم سواء كانوا في المؤتمر الوطني أو في البرلمان، وكذلك على المجتمع الدولي إذا ليثبت لنا كذلك. نحن نعلم المجتمع الدولي يريد أن يجد حل في ليبيا، ولكن نحن نريده أن يساعدنا في إيجاد حل يخرج الليبيين من هذه المحنة، ليس حلا يفصل على كما تريده بعض الدول. نحن لا نرفض أن تشارك أن الدول تطالب بمصالحها، ونحن لسنا وحدنا في هذا العالم، نحن مستعدون للتعامل مع الجميع ويستفيدوا منا ونستفيد منهم، ولكن لا تمس سيادتي، لابد من احترام سيادة الشعب الليبي، لابد من حفظ حقوق الشعب الليبي أولا. طيب هل ترون أن هذه الخطة المطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي تمس بسيادة ليبيا، أم أنها تساعدها على تجاوز أزمتها الحالية؟ سنرى عندما تعرض علينا. أنا لم أقرأ هذه الخطة مباشرة، ولكن إذا كان هذه الخطة تحترم السيادة الليبية وتحترم حق المواطن الليبي لكي يحصل على حقه فبها، ثم هم يريدوا حقوق مصالحهم أن تتحقق في ليبيا. نحن هذا البترول الذي نخرجه من ليبيا لن نشربه، هذا سنقدمه إلى الدول الأوروبية وإلى غيرها من الدول التي تريد البترول، ولكن نريد الحفاظ. نحن قمنا بهذه الثورة لكي نحافظ على سيادة الشعب الليبي وسيادة ليبيا وحقوق الشعب الليبي الذي هضمت حقوقه لمدى سنوات وسنوات وسنوات. حان الوقت الآن لهذا الشعب
لكي ينعم بثرواته، ولكن هذه نقطة أريد أن أؤكد عليها أختي الكريمة، على أبناء شعبنا أن يفهموا إذا أرادوا فعلا حل ينفع الشعب الليبي عليهم أن يتحركوا جميعا. أولا عليهم أن يدعموا نوابهم سواء كان في المؤتمر أو في البرلمان، أعيدها مرة أخرى، أن يدعموهم بالرأي وبالمشورة والضغط عليهم في اتجاه أن يلتقوا مع بعضهم البعض ليصلوا إلى حل. يعني نحن نعلم حجم المعاناة سواء كانت في الجنوب أو سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو في الوسط، الناس كلها تعاني، لكن هذه المعاناة لن نخرج منها إلا إذا وضعنا أيدينا في أيدي بعض وتركنا خلافاتنا جانبا وحاولنا أن نبحث عن مصلحتنا ومصلحة أولادنا. وضحت فكرته سيد البغدادي، وهذا أنا اسمح لي أن أنتقل إلى سيد البسيوني. سيد البغدادي أوضحت فكرتك. سيد البسيوني، بخصوص هذه الخطة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، إذا تم توافق على حكومة الوحدة الوطنية، يقول الاتحاد الأوروبي إذن إنه سيبدأ في محادثات مع الأطراف الليبية في غضون 90 يوما لنزع السلاح وإعادة الإدماج. برأيك ما حجم التجهيزات بل والدراسة التي ستمكن هذه العملية من تحقيق الهدف المنشود؟ يا سيدتي الفاضلة، دعيني أختلف مع ما تقدم من طرح فيما يتعلق بتأثير الكتلة الأوروبية على القرار الدولي في أي منطقة من مناطق العالم. مجلس الأمن الدولي تنظيميا هو عبارة عن رمزية للمجتمع الدولي، أما من ينفذ سياسات مجلس الأمن فهي الكتل الدولية، والاتحاد الأوروبي هو أهم كتلة دولية تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ممثلة في الاتحاد الأوروبي سياسيا وفي حلف الناتو عسكريا. فكيف نقلل من شأن تأثير أوروبا على ليبيا؟ أوروبا مؤثر قوي ومؤثر حقيقي وفعال على ليبيا لحل الأزمة ثم لما بعد حل الأزمة. فيما يتعلق بما طرحته من سؤال، نعم أوروبا سوف تساعد ليبيا بعد ذلك، سوف تمكن ليبيا من بناء جيش وطني وأمن وطني، وسوف تساعد ليبيا اقتصاديا بكل اقتصاديات ليبيا النفط وخلافه. ستقدم أوروبا لليبيا ما يمكن أن تستفيد منه، وهي ربما تكون الكتلة الأكثر تأهيلا وتجهيزا لمساعدة ليبيا أكثر من أي كتلة أخرى. فلا ينبغي أن نقلل من شأن أوروبا فيما يتعلق بحل الأزمة وأيضا فيما يتعلق بما بعد الأزمة وإقامة وإنشاء المؤسسات الليبية لدولة ليبية ذات سيادة. هذا هو الواقع وهذا ما نتوقعه من أوروبا، وأوروبا تريد أن تريح نفسها من مشاكل تأتيها من ليبيا وتأتيها من الشمال الإفريقي من خلال إقامة دولة ليبية قوية تدافع عن أوروبا بشكل دقيق. طيب سيد النعمي، الآن من وجهة نظرك ما الهدف من وراء الإعلان عن هذه الخطوة في هذا التوقيت الزمني تحديدا؟ يعني أول حاجة اسمح لي أن أبدي ملاحظة حول إدارة الحوار في هذه المقابلة، لأن تفضل. هناك فعلا عدم تنسيق في توزيع الوقت بين المشاركين. تفضل، لك كل الوقت. طبعا كنت بصدد الحديث في المداخلة السابقة عن سعي الليبيين الآن لتدارك الوقت وتنظيم حوار مباشر ليبي، وأشرت إلى أن المجتمع الدولي لديه مصالح ومن حقه أن يسعى لضمان هذه المصالح، وأن هو المجتمع الدولي يسعى بكل الطرق لتأمين هذه المصالح في ليبيا، ومن باب أولى الشعب الليبي والأطراف الليبية لديها مصالح في ليبيا لأن هذا وطننا وهذا شعبنا، فنحن أولى بوضع ترتيبات ووضع الخطط للخروج من الأزمة وتأمين الاستقرار. والآن تنبه الليبيون ولو متأخرا بضرورة التواصل المباشر وضرورة إرساء قواعد حوار ليبي، وهناك مبادرات جيدة في هذه المرحلة اللي هي مثلا ملتقى الوفاق الوطني اللي تم في مصراتة، وأيضا مبادرة أهل الجنوب، وهناك كثير من المبادرات اللي قدمت هذا الأسبوع. ولكن للأسف الشديد لاحظ أن التجاوب مع هذه المبادرات هو ضعيف جدا، وخاصة من المؤتمر الوطني والبرلمان. المؤتمر الوطني والبرلمان يجب أن يلملموا أمورهم ويحزموا أمرهم ويلتقطوا زمام المبادرة، يجب أن تكون لهم زمام المبادرة،
وإلا تجاوزتهم الأحداث. المؤتمر الوطني ومجلس النواب لابد أن يسعوا جاهدين لتقديم مبادرة محلية وطنية، لابد أن يقدموا البديل عن ما تطرحه البعثة الأمم المتحدة، لأنه في عدم في حالة عدم وجود بديل وطني تم تنسيقه ما بين المؤتمر وما بين البرلمان سيكون هناك فراغ، ولن يكون هناك حل إلا التعامل مع مقترح بعثة الأمم المتحدة، بالرغم من عيوبه، بالرغم من تناقضاته، بالرغم من أنه هو سيؤدي بنا إلى حرب أهلية جديدة، وهذه الحرب الأهلية يكون تدخل الأطراف الدولية سافرا ومعلنا ومدعوما بقرارات أممية. إذن طيب الحديث إذن على القرارات الدولية والمجتمع الدولي، اسمح لي سيد النعمي أعود بك إلى السؤال الذي طرحت، وهو كان يتعلق بالهدف من وراء إعلان الاتحاد الأوروبي لهذه الخطة الخاصة بنزع السلاح وتعزيز الأمن في الحدود. هل ترى أن مدة مثلا 3 أشهر كافية لنزع جميع الأسلحة في ليبيا؟ لا طبعا، الأفكار المطروحة من الاتحاد الأوروبي هي أفكار ارتجالية وأفكار متسرعة ولا تكفي، لا من حيث المبلغ، الليبيون ليسوا بحاجة إلى المال، لسنا بحاجة إلى يعني 100 مليون لتنفيذ خطة أمنية. يعني لو لاحظنا الفاقد في الميزانية العامة لوجدناه بالمليارات، لو لاحظنا مثلا الأموال الليبية المجمدة في أوروبا وفي غيرها، 100 مليون هذه لا تعادل جزء من عائدات الأموال الليبية المجمدة. طيب بعيداً عن أمر الأموال، ولكن هل تعتقد أنها تدخل يعني في إطار المساهمة في إنجاح الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي؟ يعني بصدد الحديث عن هذا، يعني نتكلم هي غير مجدية وغير فعالة، لا من حيث الأموال ولا من حيث الإمكانيات ولا من حيث المدى الزمني المطروح. المقترح اللي قدمه الاتحاد الأوروبي هو غير واقعي وغير مدروس، ويدخل في إطار الفقاعات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية بين الفينة والأخرى، من قبيل التدخل، من قبيل الحجز على الأرصدة بعض الأطراف الليبية. هذا كله تهويش، بإمكانهم مساعدتنا بطريقة مباشرة. أولا يمكنهم مساعدتنا بعدم التدخل في أمورنا الداخلية. الآن الأطراف الأوروبية هي الأطراف الرئيسية اللي تساعد في تفاقم الوضع في ليبيا وتوسيع الجراح. نحن ضحايا للسياسات الأوروبية، سواء فيما يتعلق بالهجرة، سواء فيما يتعلق بتدخلاتهم لدعم بعض الأطراف الليبية. السياسة اللي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة هي نتيجة للرؤية الأوروبية، هي رؤية معيبة، هي رؤية منحازة لطرف على حساب طرف آخر. وبالتالي لا نتوقع من سياسة بعثة الأمم المتحدة أو من سياسة الاتحاد الأوروبي أنه يتقدم لنا حلول. طيب لهذا اسمح لي أن أنتقل إلى سيد الشيباني وأختم معه. سيد الشيباني في أقل من دقيقة لو سمحت، أي الخيارات تبقى مطروحة الآن أمامكم، خاصة في ظل ضبابية المشهد، حول ما ستفضي عنه قادم جلسات الحوار المرعية من قبل الأمم المتحدة؟ هو نحن إن شاء الله في الأسبوع القادم ستكون لنا جلسة ونقيم فيها الأوضاع ونقيم الأمور ونقيم الخيارات. نحن سنذهب إلى الخيار الذي يؤدي إلى توحيد ليبيا، إلى إنهاء الاقسام الموجود الآن، وكان المؤسساتي أو السياسي. نسعى لتشكيل حكومة توافقية حقيقية يرضى عليها جميع الليبيين، وتكون كل الليبيين راضيين، وتكون هذه الحكومة مدعومة من الليبيين ومن الشعب الليبي ومن الشارع. حقيقة لابد لنا من الجلوس، ولابد لنا من تقييم الخيارات المطروحة أمامنا عدة خيارات وعدة سيناريوهات. لابد من دراسة هذه السيناريوهات والخروج بصيغة توافقية يرضى عليها الليبيين، تؤدي إلى تشكيل حكومة حقيقة تنهي الانقسام وتعيد المهاجرين
وتعيد الأمن والأمان لليبيين. أشكرك، أشكرك جزيلا. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. أشكر ضيوفنا، انضم إلينا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عبر الأقمار الصناعية من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي، وعبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي بسيون خولي. أما عبر الأقمار الصناعية من طرابلس فانضم إلينا أيضا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس عبد الحميد النعمي. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله ورعايته.